بونجور 11، معكم مدام مها. جو سوي على باج 59، انترينمون يونيتي 3. انا بالوحده الثالثه بتدريباتها بالصفحه 59 59 و 60 59 60. هلا التدريبات بتخلص الوحده مو اليوم، يعني درسين ثانيين ان شاء الله، بس بالصفحه 59 الحقيقه ما فيها شيء، بس عم يذكرونا بالاهداف اللي لازم تتحقق لحتى اقول عن حالي اني ختمت الوحده الثالثه. شو هن الاهداف؟ طبعا بالاستيعاب السماعي لازم انا افهم ان دوكيمون سونور، تسجيل صوتي كونسيرنون لي زاكتيفيتي كولتوريل، يتعلق بالنشاطات الثقافيه. وكمان لازم كومبروندر، افهم ان تكست نص sur la culture et les jeunes، حول الثقافة والشباب، نص كتابي، هاد سماعي هاد كتابي. أما بالجرامير فلازم أعرف أستخدم les pronoms relatifs composés، الأسماء الوصلية المركبة. وبالإكسبريسيون إكريت، بالتعبير الكتابي، لازم أكتب une lettre pour parler d'une activité culturelle، أكتب رسالة أتحدث فيها عن نشاط ثقافي، وهذا هو الموضوع الأساسي. طبعا يجيني موضوع من أفكار النص، بس هذا الأساسي. On passe maintenant à la page 60. Observez l'illustration, écoutez bien l'enregistrement, puis faites les activités ci-dessous. شوف الرسم ثم اسمع التسجيل اللي راح اقرا لك اياه، وبعدها بنحل التدريبات اللي تحت. طبعا باين درسنا كله، وحدتنا كلها عم بتدور حول لي زاكتيفيتي كولتوريل، من موسيقى، من تياتر، من كورال، بانتور، كل النشاطات، ليكتور، اكريتور، كل النشاطات الثقافيه. خلينا ننتقل دليل المعلم للجيد باج 65 ونشوف النص. هو طويل شوي والمفروض انتم بتسمعوه بالصف وانا بقوله قدامكم. Le présentateur: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission La culture et les jeunes. Pour traiter ce sujet, nous avons monsieur Robert, prof au lycée. Bonsoir monsieur. Quels sont les types d'activités culturelles organisées au lycée? Monsieur Robert, bonsoir et merci pour votre invitation. À mon avis, ce sont toutes activités liées à la création et à la production dans le domaine de l'écriture, de la musique, du théâtre, de la danse, des arts visuel et manuel. Le présentateur: En tant que prof, est-ce que ces activités sont appliquées au lycée? Monsieur Robert: Bien sûr, mais ça dépend de l'infrastructure d'un établissement. Celui-ci doit être fourni de tout ce qui est nécessaire pour pratiquer ces activités, c'est-à-dire salle de théâtre, instruments musicaux, etc. Le présentateur: Alors, quelles sont les productions attendues de la part des apprenants? Monsieur Robert: Tout au long de l'année scolaire, les apprenants font tous leurs efforts pour montrer leur créativité, leur intelligence à travers leur production, des histoires, des poèmes aux peintres d'étoiles. Ils organisent des défilés, des expositions, ou bien ils produisent une pièce de théâtre ou une pièce musicale, etc. Le présentateur: Alors, peut-on dire que ces activités ont un impact positif sur l'apprenant de point de vue intellectuel et personnel? Évidemment, la majorité d'eux s'intéressent à ces activités car elles développent leur capacité d'imagination et leur esprit critique. Ils deviennent plus curieux et plus confiants. Les apprenants
peuvent à la fois s'exposer et maîtriser leurs émotions. Le présentateur, je vous remercie de ces informations importantes, Monsieur Robert. طويل النص. يلا خلينا نشوف معنا. المهم نحن نحل تدريباته. المذيع أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا الثقافي والشباب. لحتى نعالج هالموضوع هاد نحن معنا السيد روبير، هو بخوف أوليسي، هو أستاذ في المدرسة. بونسوار مسيو، شو هي أنواع النشاطات الثقافية المنظمة في المدرسة؟ لي تيب داكتيفيتي، هل دي عددونا ياهم؟ قال لهم مساء الخير وشكرا لدعوتكم. برأيي هنن التيب، هنن كل النشاطات المرتبطة بالكرياسيون، بالإبداع وبالإنتاج. في مجالات، شو هن المجالات؟ الكريتور، الكتابة والموسيقى والمسرح والرقص والفنون البصرية واليدوية. الفنون البصرية يعني كل شيء له علاقة بالبصر، التصوير والرسم كل شيء يعني أنا عم بشوفه بعيني، غير اليدوي، غير المهارات اليدوية. قال له المذيع طيب كونك أنت أستاذ، هل هذه النشاطات مطبقة في المدرسة؟ قال له طبعا، لكن هالشي هذا بتعلق في البنى التحتية للمنشأة للمدرسة. يعني ما بيقصدوا البنى التحتية، ما بعرف هلا انتو إذا فهمانين هالكلمة ولا لا. البنى التحتية هي أساسات اللي لازم تتوفر، كل شيء لازم يتوفر داخل، يعني داخل أي بناء نحن بنعمله اللي نحن ما بنشوفه، لأن الستركتور هو الشيء اللي بنشوفه، أما الأفخة فهو الشيء اللي ما بنشوفه. يعني ما بيتضمن الشغلات اللي راح يذكروها لهون كلها، يعني ممكن انه يكون في قاعات، بس الآلات الموسيقية مثل ما ذكروا هون هي مي من ضمن الأفخاس كريتور. يعني بنى تحتية هي الشغلات اللي يستدعي هالبناء وجوده بشيء في البناء وليس في جلب شغلات يعني من برا. إذن قال له في المدرسة يجب أن تتزود بكل ما هو ضروري لممارسة هذه النشاطات. يعني صالة المسرح أي معقول، بس الآلات الموسيقية يعني هي ما العلاقة بالأفخاس خبتور، بس يعني أنه يلا هي آلات موسيقية إلى آخره. قال له المذيع طيب لكن ما هي شو الإنتاج المتوقع؟ نحن شو رح نشوف الطلاب المتعلمين، شو رح نشوف منه النتاج؟ قال له على مدار السنة المدرسية المتعلمين عم يعملوا كل جهدهم لحتى يظهروا إبداعاتهم وذكاؤهم من خلال النتاج اللي عم يعملوه، مثل des histoires، قصص، des poèmes، أشعار، أو peindre des étoiles، أو يرسموا لوحات. عم بينظموا كمان عروض، exposition، معارض، أو كمان عم ينتجوا مسرحية أو مقطوعة موسيقية. بيقول له المذيع طيب إذا كان هيك لكان منقدر منقول إنه هالنشاطات لها تأثير، impact يعني تأثير بوزيتيف. هل هالنشاطات تأثير بوزيتيف sur l'apprenant؟ هل لهم تأثير إيجابي على المتعلم من ناحية الفكرية والشخصية؟ يعني النشاطات أدوات الثقافية هل بتأثر على تفكيرهم وعلى شخصيتهم؟ طبعا أكيد. يقول له إيه؟ قال له طبعا أغلبهم، لا ماجوريتي دو يعني أغلبهم، بيهتموا بهذه النشاطات. ليش؟ كار الديفلوب، لأنه بتطور مقدرات خيالهم، مقدرات تخيلية عندهم، وبتطور كمان تفكيرهم النقدي، الفكر النقدي عندهم، وكمان بيصيروا أكثر فضولا، مو فضولا نهتم بالشيء اللي ما بيخصنا، لا، فضولا نحو المعرفة، وأكثر ثقة بالنفس. والمتعلمين بيصيروا بيقدروا يفصحوا عن نفسهم، ما شاء الله أنتم ناقصكم، بيقدروا يفصحوا عن نفسهم ويسيطروا على انفعالاتهم. هاي بنتمناها منكم، انكم تسيطروا
على انفعالاتكم، يعني شيء لازم نفرجيه ما نفرجيه، واللي ما له داعي نخبيه. فبيقول له بالأخير المذيع: أشكرك لهذه المعلومات القيمة يا سيد روبير، ومع السلامة. هاي من عندي. فوالا، كوشي فغي أو فو، حط إشارة صح أو خطأ. C'est une émission radiophonique. Radio. طبعا. قال شير زوتيتور، أعزائنا المستمعين، إذا هو برنامج إذاعي. Dans ce document يعني بهالنص السماعي. On parle عم يحكوا عن، يعني il s'agit de l'application des activités culturelles dans un lycée. تطبيق النشاطات الثقافية في المدرسة. Oui, c'est vrai. طبعا عم يحكوا عن تطبيقها في المدرسة. C'est pour parler de la culture et les jeunes, le présentateur invite un directeur du lycée. للحديث عن الثقافة والشباب، المذيع استضاف مدير المدرسة. Non, un prof du lycée. أستاذ ما جاء، المدير بحاله ما جاء. Maintenant, 3. Cochez la phrase qui correspond aux informations données par l'invité. حط إشارة عند الجملة اللي بتتناسب مع المعلومات اللي أعطاها الشخص اللي دعيناه، مو أنا، اللي هن دعوا. invité يعني هو invitation، دعوة. invité الشخص اللي تمت دعوته. نحط بس على اللي مذكورة، مو مذكورة حرفيا بمعناها. Bon. 1. Au lycée, les jeunes peuvent participer aux différentes activités culturelles. في المدرسة الشباب بيقدروا يشاركوا في النشاطات الثقافية المختلفة. Oui, طبعا بيقدروا، ليش لا؟ Les activités culturelles ont des effets négatifs sur les apprenants. النشاطات الثقافية لها تأثيرات، impact، تأثيرات سلبية على المتعلمين. لا، ما في نشاطات إلا تأثيرات سلبية، كلهم positif. La créativité et l'intelligence paraissent dans les productions des apprenants. الإبداع والذكاء يظهران في نتاج المتعلمين. Bien sûr, évidemment. D. La curiosité et la confiance sont des qualités acquises lors de la pratique des activités. الفضول نحو المعرفة والثقة هي صفات مكتسبة، أكيد مكتسبة خلال ممارسة هذه النشاطات. طبعا لأنه قال يزداد فضول نحو المعرفة وثقة بنفسه. Les apprenants aiment les activités culturelles parce qu'elles améliorent l'imagination et la capacité de critiquer. المتعلمون يحبون النشاطات الثقافية لأن تحسن المقدرة على التخيل عندهم والمقدرة على النقد. C'est vrai. نذكرت. F. La dernière. La pratique des activités culturelles exige un établissement équipé d'une façon adéquate. يعني ممارسة هذه النشاطات الثقافية تتطلب مبنى يكون مجهز. équipé يعني فورني، حفظ المرادفات، يكون مجهز المبنى بطريقة مناسبة، يعني convenable، d'une façon convenable. oui, المبنى لازم يتزود بكل شيء ضروري. إذا كلهم موجودين من عدا ب النقاط السلبية. J'ai fini la page 60. كانت معكم مدام عبد الكون. Au revoir. À la prochaine fois. Bye bye.